السلام عليكم. دي محاضرة أو ممكن نقول عليها تيتوريال للنيوميريكال أناليسيس نسبة لفصل صفر أستاذ إسماعيل. فأنا حواصل كمية بتاع تيتوريالز هنا في المنصة. هنبدأ الليلة بالحاجات اللي اشتغلناها أو اللي اشتغل معاكم إسماعيل أوريدي في تشابتر 1. طيب في كم تنبيه بس عايز اقوله لكم، اللي هو نمرة واحد الريفرنس بتاع المادة دي هو الكتاب بتاع بيردن بتاع نيوميريكال اناليسيس الموجود في المكتبة، مترجم، تلقاه مترجم في جزئين، اللي هو التحليل العددي الجزء الاول والتحليل العددي الجزء الثاني. لكن النسخة الإنجليزية بتاعته هنرفعها لكم في المنصة، برضه هتكون هي جزء واحد ما فيها تقسيم، لكن فيها كمية بتاعت حاجات ما يتطرقنا ليها، لكن هي موجودة هنا في الكتاب. encourage you انه تشوفوا الكتاب عشان تشوفوا منه كمية بتاعت examples وكمية بتاعت tutorials، كمية بتاعت exercises تفيدكم في المادة. طيب بوينت نمبر 2 اللي هي نقول من بوينت نمبر 1 هو الريفرنس، بوينت نمبر 2 اللي هي البراكتس. اهم شيء في النيوميريكال اناليسيس انه تو براكتس. المادة ما بتمشي معاك الا اذا كان جبت الكالكوليتر بتاعتك حليت المسائل مرة ومرتين، فشلت مرة وفشلت مرتين، لكن مع الزمن جيت انه عندك السنس بتاع انك تقوم، ما بتحتاج انك تاخد زمن كتير عشان تحل المسائل. فور اكزامبل مثلا ده شكل المسائل او ده شكل التوتوريالات عموما. برضو ممكن اوريكم واحد من الامتحانات القديمة. على اساس انه تاخدوا سنس لشكل المسائل الممكن تيجي، لانه دايما ما بتكون مسائل هي دايركت المعطيات عندك فيها دايركت، لا انت بتحتاج منك نوع من التفتيش للمعطيات من داخل النص الموجود عندك. فور اكزامبل مثلا ده امتحان النيوميريكال اناليسيس للسنة 2019. السؤال الاول هو نوعا ما عادي، سوري ده ازالة الرسوب عشان كده ايزي، لكن شكل الامتحان لاحظ انه هيكون عندك مسائل عادية، هيكون عندك مسائل نوعا ما غريبة شوية، يكون عندك ابليكيشن مثلا الاويل اند جاز زي الاكزامبل ده، هيكون عندك different type of problems. فالبراكتس بيخليك بعد ده انه انت معرض لانك تشتغل اي حاجة. مثلا نقسم اللي محت لي مسألة هنا في الامتحان نوعا ما ظريفة ممكن نبدأ بها. مثلا المسألة نمرة واحد دي، إذا كان اللينكس بتاع الفترة AB ممكن نحسبه بالعلاقة B minus A بيساوي C A F of B minus B F of A على F of B minus F of A. دارين نحسب الطول بتاع البيريود AC والبيريود CP، و عايزين نعمل سكتش. هو هنا ما كان بلصري انك تعمل سكتش، لكن مطلوب مننا انه نعمل سكتش. نشيل الـ example نوديها للوركشيت.
هنعتبرها example one. I hope إنه الطريقة اللي أنا شغال بيها دي تكون نوعا ما مفهومة بالنسبة لكم وظريفة. إذا في أي زول عنده comments عليها ممكن طوال في السيستم يعلق يشوف هو التعليق وشنو بالضبط أو ممكن شنو نعمله عشان نظبط الوضع ده. طيب الاكزامبل بتاعنا كنا بنتكلم عن انه اذا كان طول الفترة A و B هو محسوب بالعلاقة دي دايرين اننا نحسب طول الفترة AC وطول الفترة CB. طيب ممكن مبدئيا نيجي نعمل سكتش للكلام ده بيعني شنو. اذا تذكروا من الجزئية الاولى انه لأي ميثود اذا كانت مثلا طريقة التنصيف اللي هي bisection او طريقة الثانية اسمها شنو المهم فقيمة AB بتعتمد على انه يكون عندنا او قيمة C اللي هي جذر الدالة يكون عندنا قيمتين AB كل واحدة فيهم واقع في الجزء الموجب والتانية واقع في الجزء السالب. for example اذا قلنا انه دي A ودي هي F of A ودي B دي هي F of B F of B. فطريقة التنصيف تفترض انه C هي واقعة في النص بيناتهم. في example مثلا يقول وقعت لنا هنا في الجزء الماينس فدي مرة دي انه دي C وقيمة F of C. فالمعطى انه قيمة C بيساوي A في F of B B في F of A. من هنا طول الفترة اذا سمينا انه طول الفترة هو L فطول الفترة AB هو القيمة المطلقة ل B minus A وعليه طول الفترة AC هيكون هو القيمة المطلقة ل A أو ل C minus A وطول الفترة CB هيكون هو القيمة المطلقة ل B minus C. نحن دي already موجودة محتاجين نحسب دي محتاجين نحسب دي. طيب بعد ذاك إذا عايزين نحسب قلنا L اللي هي تساوي القيمة المطلقة لـ C minus A already عندنا قيمة لـ A اللي هي بتساوي A في F of B minus B في F of A مقسومة على F of B minus F of A اللي هي دي بعد ذلك minus A. رتب الحدود هتكون تساوي A في F of B minus B في F of A minus أنا أضرب دي هنا اللي هي A في F of B minus A أو minus ده هتكون plus A في F of A ده كله هيكون مقسوم على F of B minus F of A. إذا جيت ترتب لاحظ إنه عندنا A في F of B هنا بالماينس وعندنا A في F of B هنا بالموجب فدي الاثنين هيروحوا مع بعض دي ودي وعليه هنا عندنا F of A F of A. فالشكل الجديد حيكون انه حيساوي اللي هي minus B في F of A بعد ذاك زائدا A في F of A على F of B minus F of A اللي هي حتساوي F of A برا مضروبة في A minus B مقسومة على F of B
ماينس اف اوف اف اوف ايه. بعدك بنفس الفهم ممكن نصل للغيمة الثانية اللي هي طول الفترة ال اللي هي بسبب بي ماينس سي، هي هتساوي بي ماينس اي في اف اوف بي. نعدك ناقص بي في اف اوف اي مقسوم على اف اوف بي ماينس اف اوف اف اوف اي، يبدأ هتساوي اللي هي بي في اف اوف بي ماينس بي في اف اوف اي ماينس اي في اف اوف بي بلس بي في اف اوف اي، ده كله على اف اوف بي ماينس اف اوف اف اوف اي. طوالي بعدك هتيجي تلقى انه عندك هنا بي في اف اوف اي، عندك هنا بي في اف اوف اي، يروحوا مع بعض هيفضل لك اي اف اوف بي بي اف اوف بي. الناتج في النهاية انه قيمة ال هتساوي اف اوف بي مضروبة في بي ماينس اي مقسومة على اف اوف بي ماينس اف اوف اف اوف اي. دي كلها قيمة مطلقة، حتى دي هنا هي القيمة مطلقة. طيب ممكن طوالي نمشي ل example 2. ونشتغل مسألة من التوتوريالات الموجودة. For example مثلا المسألة الأولى دي شكلها نوعا ما فن، ومسألة ثانية المسألة نوعا ما هي تكون كأنها complicated، لكن لو جينا فهمناها هتكون simple جدا جدا. المسألة ببساطة هي بتحكي قصة ما بين ليوناردو اوف بيزا. ليوناردو اوف بيزا ده هو الفاموس ماثيماتيشن اللي هو فيبوناتشي، اذا تذكر دي 1 1 2 3 5 8 13 21 34 وهكذا، دي اللي هي اسمها فيبوناتشي سيريز، اللي هو انه اذا جمعت كل رقمين هنا هيدوك الرقم الثالث. ففيبوناتشي سيريز فقط ليوناردو اوف بيزا ده فيري فيري فيموس. المسألة بتحكي عن تشالنج بيناته وبين الامبرور فريدريك الثاني، ده انه دارين نحسب الجذر التربيعي للمعادلة. هي من هنا ممكن نكتب انه المطلوب هو فايند الروت بتاع المعادلة x تكعيب بلس 2 x تربيع بلس 10 x تساوي 20. طيب بعد ذلك هو اقترح ميثود حاجة اسمها النظام الستيني، بحيث انه كل الارقام اللي حتجيك حتكون بيز على 60 numbers، لانه النورمال ميثود فور سولفينج ذيس كايند اوف ايكويشن الزمن ذاك ما كانت موجودة. فالمطلوب مننا انه نحن نحل المعادلة دي بالطرق اللي احنا بنعرفها، وبعد ذاك نقوم نقارن مع السوليوشن بتاع فيبوناتشي ده. طيب كيف نقارن مع سوليوشن فيبوناتشي؟ اللي هو انه ببساطة نحسب القيمة دي اللي هي هتساوي قلنا 1 زائدا 22
مضروبة في 1/60 بلس 7 مضروبة في 1/60 تربيع بلس 42 مضروبة في 1/60 تكعيب بلس 33 مضروبة في 1/60 أربعة عندك بلس 4 مضروبة في 1/60 5 بلس 40 مضروبة في 1/60 بكلها أس 6. فالناتج من هنا هو 1.367. The solution بتاع فيبوناتشي. نحن we need to match it at least أو to show إنه لأي درجة solution ده accurate. طيب هنستخدم ال bisection method على أساس إنها هي أول طريقة. بعدك ممكن نشوف طريقة ثانية لكن مبدئيا هنستخدم ال bisection method. بما إنه عندنا فكرة نوعا ما عن الرقم فهنقوم نستخدم فترة تكون نوعا ما logical. من هنا إذا شفنا الرقم هو 1.367 فالدقة بتاعته 10^-3 دي الدقة اللي عايزين نشتغل بها بلس الفترة بتاعتنا بعدها هتساوي 1 وبي هتساوي 1.5 بحيث انها تكون فترة reasonable يقع علينا فيها الرقم في الفترة البوزيتيف والنيجاتيف. طيب اهم شيء عموما في شغل numerical analysis دي حاجة انا قاعد احب اقول لك دايما ان you need to follow الالجوريثم. ايه ما تشتغل او ما تحل عليها هواك، لا حل بطريقة الالجوريثم لانه درجاتك في الامتحان بعدين او عموما هي طريقة مظبوطة في انه تصل للسوليوشن العايزه، بحيث انه اذا انت لحقت عرفت روحك انك غلطان في حتة ممكن ترجع عليها ايزلي، ما زي لما تكون انت شغال شغل عشوائي. طيب الالجوريزم بتاع البايسكشن ميثود بتقول انه ممكن نكتب هنا بايسكشن عشان هم مذكرين انه هنستخدم البايسكشن ميثود. طيب الطريقة بتاعة البايسكشن بتقول انه نمرة واحد الانبوتس بتاعتنا هي الاف اوف اكس موجودة عندنا التوليرانس 10^-3 قيمة اي بيساوي 1 قيمة بي بيساوي 1.5. طيب بعد ذاك الكونديشنز ممكن تشتغلها هي اكسترا بوينتس لك ممكن تتجاهلها، يعني في الغالب ما اظن تجيك مسألة في امتحان او في تاسك او في هنا انه ما يكون عندها ما تكون الفترة هي محققة للحل. المهم عموما هنا مفروض نعمل انه نجيب قيمة f of a مضروبة في f of b ونعمل confirm انها تكون اصغر من زيرو. طيب دي لو جينا حسبناها اللي هتكون 1 + 2 + 10 ماينس 20. دي بوينت مهمة بالمناسبة ان المعادلة لازم تكون في صورة f of x تساوي صفر، يعني هنا هنجيب الماينس 20 العشرين دي بيجايبة بالماينس فهتكون قلنا f of 1 هتكون 1 + 2 + 10 ماينس 20 اللي هتكون 13 ماينس 20 هي ماينس 7 مضروبة في ال 1.5 تكعيب اللي عدد بلس 2 في 1.5 تربيع عدد بلس 10 في 1.5 هي 15 ماينس 20 هي قيمتها حتجي 2.875. لاحظ انه قيمة ماينس قيمة موجب
فديفنتلي ناتج الضرب هو اصغر من زيرو. طيب عملنا الكونديشن، بعدها حنجي نحسب ان ماكس. ان ماكس اللي هو شرط التوقف، على حسب الالجوريزم البايسكشن عندها تو كونديشن اوف ستوبنج، اللي هو نمره واحد انك تصل الان ماكس، او نمره اثنين انك تصل السوليوشن اللي هي انه اف اوف هي غنى ان ماكس هتساوي كي على لوغاريتم 2 مضروبه في بي ماينس اي، هتساوي كي هي البوزيتيف فاليو من التوليرانس اللي هي 3 على لوغاريتم 2 في 0.5، تقريبا قيمتها حتجينا 10 او 9.65 اللي هي 10. الأهم دي ريبريزنت شنو؟ إنه إذا الميثود وصلت 10 محاولات فهنا مباشرة نحن بنجيب ونقول إنه دي الليميتيشن بتاعت الطريق. طيب الخطوة الجاية اللي هي إنه to find the value of c اللي هي بيساوي a plus b على 2، ولكن دي زي ما قلنا بما إنها هي محتاجة ترايلز أو إعادة بتاع التكرار، فهي لازم يكون عندنا تيبل. هنعمل تيبل تيبل حيكون فيه قيمة A وقيمة B وقيمة C وقيمة F of A F of B و F of C. طيب بعد ذلك هنجي للفيرست تايم ستيب. الفيرست ستيب انه قيمة A بيساوي 1، قيمة B بتساوي 1.5، فمن هنا قيمة C هتساوي 1.5 زائد 1 اللي هي 2.5، لما تقسيمها على 2 بيجيك 1.25. طيب بالنسبة لإشارة F of A وإشارة B اوريدي حسبناها هناك، اللي هي قلنا إنه إشارة F of A بتجينا بالماينس وإشارة F of B بتجينا بالبلس اللي هي هنا دي. دي إشارة F of A ودي إشارة F of B دي ماينس ودي بلس. طيب بعد ذلك نحسب قيمة F of C اللي هي تساوي نعوض في المعادلة ب 1.25، يعني يكون عندنا 1.25 تكعيب بلس 2 في 1.25 تربيع بلس 10 في 1.25 ماينس 20 هي القيمة حتجينا ماينس 2.422 دي معناها شنو؟ جايين هنا ده شكل الجراف، قلنا إشارة F of A هي كانت بالماينس، في إشارة F of A كانت بالماينس، دي B إشارة F of B كانت بالماينس بالموجب سوري. لما حسبنا سي اللي هي 1.25 جاتنا قيمتها بالماينس، فده انديكيتر انه قيمة سي حتقع
لها هنا في الجزء ده، صح؟ على اساس انه قيمه اف اوف سي تجي بالماينس. فعليه المره الجايه لما نيجي للنيو فاليوز هنقوم هنستبدل، بما انه سي و اي المره دي هيكونوا قاعدين في اتجاه واحد، ما هيكون في بيناتهم جذر، لكن لو اخذنا سي و بي هيكون في انترسكشن في النص بيناتهم او في غيمه للجذر. فهنستبدل سي بدلا عن اي نسبه لتشابه الاشاره، فعليه انه قيمه اي الجديده هتكون 1.25، قيمه بي القديمه هتكون 1.5، عليه سي الجديده هتكون 1.25 زائدا 1.5 هتيجي 1.375. إذا جينا للإشارات الـ 1.25 إشارة ستيل ماينس، 1.5 إشارة بوزيتيف، ونجي نحسب قيمة سي، قيمة اف اوف سي، سوري هي اف اوف سي الجديدة. طيب اف اوف سي الجديدة هتساوي .131 بالموجب. ده يدل ما يدل على انه اذا قلنا انه دي سي 1، فقيمة سي 2 المرة دي وقعت هنا، لانه اشارة جات بالموجب، هي دي اف اوف سي 2. طيب الخطوة الثانية، سوري دي بلس، هيكون عندنا نجي نبدل المرة دي دي بلس بلس، فالسي هتكون بديلة من بديلة عن البي، الاي في محلها 1.25، السي هتكون 1.375، والنيو سي اللي هي هتكون 1.375 بلس 1.25 مقسومة على 2 اللي هي بيساوي 1.313. دي إشارة ماينس، دي إشارة بلس. بعد ذلك نحسب قيمة اف اوف سي. طيب اف اوف سي 1.313 لاحظ انه الفهم بتاع المسألة هو سيمبل جدا جدا، لكن طوالي قوم لاحظ انه حجم التعب ان احنا بنتعبه فيه في الكالكوليشن، دي المشكلة الاساسية اللي هي اللي بسببها ذكرت البوينت بتاعت البراكتس، انه انت كل ما عملت براكتس كتير كل ما هتلقى انه مرحلة بتاعت التف كالكوليشنز دي مشت معاك بسرعة. هي دي يعني ماينس 1.158. نمشي للاستبه اللي بعدها اللي هي دي ماينس ماينس، معناها قيمة A الجديدة هتكون 1.313، وقيمة B هي 1.375، وقيمة C الجديدة اللي هي هتكون 1.313 بلس 1.375 اللي هتساوي 1.344. نفس الإشارات دي ماينس دي بلس، هنا مرة دي 344 هي الناتج هو ماينس 0.5520. طيب بعد ذاك هنواصل الحل، حيجينا بعد المحاولة السادسة، ما حواصل لكن حيجينا الـ exact solution اللي هو الـ 1.366.
6 7. لاحظ انه نحن سلولي قاعدين ننقص من ال 1.375 لحد ما نمشي للمرحله بتاعت ال 1.367 اللي هي اللي حتديني انه اف اوف سي حتساوي 0.0000، اللي هو حيكون عندنا نفس السوليوشن بتاع فيبوناتشي. نشوف مسألة قيمة ان اف اوف اكس يساوي كوساين اكس ماينس اكس، و الانيشال فاليو هي باي اوفر 4. قدرنا نستخدم نيوتن راسون عشان نصل للجذر ب ايرور ريشيو 0.1%. حول الاكزامبل للورك شيت. مسألة واضحة ما فيها أي تريك ما عدا شيء واحد، اللي هو إنه إذا عندك أي دالة أوسية بالوضع ده والإنيشال فاليو بتاعته بالوضع ده بقيمة فاي، لازم تشتغل بالراديال سيستم. دي هي الحتة الوحيدة اللي دايما بيغلطوا فيها الناس هنا في المسألة دي. إذا ما طبقت الراديال سيستم بيقوم بيجيك أخطاء كبيرة جدا جدا، او تلقى روحك المسألة جارة معك من غير اي نهاية. بلس الحاجة الثانية انه لاحظ انه نسبة الايروف هي 0.1%، فدي لازم تتحول بالطريقة العادية اللي هي 0.1 على 100 اللي هي حتساوي 0.001 او سوري 3 كده صح 0.1 يعني 0.001 اللي هي واحد من 1000. طيب فهنا مبدئيا عندنا انه قيمة اكس زيرو يساوي باي على 4، عندنا قيمة التوليرانس يساوي 0.001، عندنا قيمة انه اف اوف اكس يساوي كوساين اكس ماينس اكس، وبعدها ممكن طوالي طيب النيوتن رافسون ميثود بتقول انه to find xn plus 1 حتساوي اللي هي xn ماينس التفاضل بتاع xn على التفاضل بتاع f داش اوف xn f اوف xn على التفاضل بتاع f اوف xn. فتلاحظ هنا انه حيكون عندنا حنبدا دائما من اذا كانت n تساوي 1. طيب اذا كانت n تساوي 1 معناها اذا كانت n تساوي 0 سوري إذا كانت n تساوي 0 فطوالي معناها إنه قيمة x1 اللي هي هنا xn بلس 1 دي 0 بلس 1 حتكون x1 حتساوي x0 ماينس f of x0 مقسومة على التفاضل بتاع x x0. طيب دي طوالي اللي هي حتكون تساوي إنه x1 حتساوي y على 4 هي قيمة x0 ماينس كوساين فاي على 4 ماينس فاي على 4 مقسومة على التفاضل بتاع كوساين فاي على 4 ماينس فاي على 4. طيب بعد ذلك ممكن نعمل تيبل سوري هو التابل يكون فيه xn و xn بلس 1 و القيمة المطلقة xn بلس 1 ماينس
اكسن ده هو الشرط بتاع التوقف. طيب قيمة اكس هنا الاولى هي باي على 4، هنعوض باي على 4 هنا نحسب قيمة اكس ان زائد 1 اللي هي دي اكس دي هنا ام بتساوي 0 1 2 3 وهكذا. طيب اذا حلينا الفوق بيجي اللي هي باي اوفر 4 ماينس، اهم شيء اذا تذكروا قلنا الراديال سيستم باي اوفر 4 ماينس كوساين باي اوفر 4 ماينس باي اوفر 4 يكون لها مقسوم على التفاضل، اللي هو كوساين اكس، التفاضل بتاعها اللي هي ماينس ساين هيكون ماينس ساين باي اوفر 4 ناقص 1 دي كوساين اكس ماينس اكس ماينس ساين اكس ماينس 1. طيب الناتج حيجينا 0.7339. نحسب قيمة اكس ان بلس 1 ماينس اكس ان اللي حتكون 0.739 ماينس باي اوفر 4 حتجينا القيمة بيساوي ماينس 0.046 اللي غريبة جدا من الدقة. عندك ان تساوي 1 هشيل ال 0.739 على اساسه هنحسب ان ام بلس 1. طيب هنشيل دي هنا ندخل ام بلس 1 الناتج حيكون طوالي 0.739 اللي هو ناتج الطرح هو 0 اللي هي حجينا نفس القيمة. لاحظ انه النيوتن رافسون ميثود هي فاست واكيوريت دائما الموست يوزد في النيوميريكال ميثودز عموما. طيب في طريقة تانية اللي هي باستخدام الآلة الحاسبة. الآلة الحاسبة تتذكروا فيها الرمز ده أنس تحت مع الإساوة. بما إنه هنا أنا بحسب وناتج الحساب تاني بجي رجع في المعادلة، إذا كتبت المعادلة دي ذاتها بالصورة دي اللي هي تبقى أنس ماينس كوساين أنس ماينس أنس اللي هي بدل أي إكس خد بدل أنس بلس الآلات الحاسبة برضو فيها الرمز ده دي باي دي إكس اللي هي كوساين هتكون إكس ماينس إكس، لكن عنده في علامة فاصلة عند أنس وأقفل القوس. عدى كل اللي عليك إنه لما تدخلها بالطريقة دي وأنس الأولى already saved by y over 4 يعني ال very first answer هي قيمتها y over 4. لما تدوس يساوي هيحسب لك القيمة اللي بعدها، تدوس يساوي تاني يحسب لك القيمة اللي بعدها وهكذا وهكذا بحيث إنه يسرع عليك طريقة الحساب. طيب بكده ممكن نجيف هنا وأنا هعمل upload للتوتوريال دي بلس الملفات اللي معاها بلس الكتاب، و إذا في زول عنده أي كومنت تشوفه وححاول برضو في نفس الأسبوع ده أعمل أبلود لتوتوريال تاني. وفاينالي شكرا.